مرحبا، أهلا وسهلا الأخوة والأخوات الكرام. طبعا أستاذ جعفر، ببدأ بالنبذة التعريفية وبعدين أضيفك. أوكي، لحد الآن لا يوجد أحد. نبدأ بكم في التسجيل طبعا بعد ذلك. نعم، جيد، ننتظر. طبعا بنبدأ بنبذة تعريفية عن الأستاذ ضيف الحلقة، بعد ذلك يكون بعد ذلك يتفضل الأستاذ بطرح البرنامج، ثم يكون هناك الربع ساعة الأخيرة لأسئلة وأجوبة الجمهور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ جعفر حمزة، مدير شركة بوكسوبيا الإبداعية، مبدع بحريني له عدد من الأعمال الفنية والإبداعية والتجارية. قام بعمل الخط الصعربي أو اختراع الخط الصعربي. الخط الصعربي هو عبارة عن دمج بين الخط الصيني والعربي، وهو من اختراع الأستاذ جعفر حمزة. وقام أيضا بصنع ماركة أثر التي تعتمد البيع عن طريق الثقة، وكان ذلك في مجمع العالي، وهي ماركة إبداعية أيضا. هذه الماركة من صنع الأستاذ جعفر حمزة. وقام الأستاذ بتأليف كتاب الأوريغامي المقدس. كتاب الأوريغامي هو عبارة عن تأملات قرآنية معاصرة من تأليف الأستاذ أيضا. وهناك كتاب أنا أحب دميتي، وهناك العديد من، لعل الكتاب موجود هنا. الكتب أستاذ جعفر حمزة موجودة كمؤلف شهير على الساحة الإبداعية في مملكة البحرين، ومعروفة أيضا، ومؤسساته كذلك. الآن ننتقل إلى الأستاذ. طبعا للتعريف الأولي كان أنه مصمم، والآن يتفضل معنا. أهلا أهلا عزيزي، أخباركم؟ أخباركم؟ الله يعطيك العافية، أهلا بك. الله يسلمك. شكرا إليك وشكرا إلى هذا الوقت الثمين المقدم من قبل الجمهور، أينما كان نعم، كيفما كان. لا بأس لو نتحدث قليلا، نأخذ من وقت المحاضرة، يكون عن بعض تجاربك الإبداعية بشكل سريع، لعله 5 دقائق. إن شاء الله كما من بعد قلنا ما ستكون 10 دقائق الأخيرة أو الربع ساعة الأخيرة للجمهور، تتاح لأسئلة الجمهور بشكل عام. إن شاء الله. بسم نعم، الله الرحمن أسمع. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكرك أستاذ أحمد، أشكر الجمهور على هذا التسخير، هذا الوقت إلى هذه الدقائق القليلة، إن شاء الله تكون مثرية مبدعة وملهمة بإذن الله تعالى.
طبعا لما نتكلم عن قضية إبداع، أنا يعني أعود إلى كلمة، أنا ضد كلمة إبداع لغويا، لأن المبدع هو الله سبحانه وتعالى فقط، بس أن من كثر الاستخدام، وكما يقال خطأ مشاع خير من حق مجهول، أنا ضد هذه العبارة أيضا. الإبداع هو يقتصر لله سبحانه وتعالى، إحنا ممكن نطلق على أنفسنا ككائنات بشرية أنها مبتكرة، لكن الإبداع لا، الإبداع المبدع أو حتى من الناحية اللغوية أبدع الشيء، أوجد من لا شيء، ونحن لا نوجد من لا شيء، نحن نوجد دائما من الأشياء الموجودة نحن نبتكرها. لكن هذا المصطلح طبعا أخذ بعين الاعتبار وصار نوع من العرف المشاع، ربما حتى من ترجمتها من اللغة الإنجليزية، من ناحية الكرياتيفيتي جاء من كرييشن، ابتكار أو خلق، لكن مثل ما يقال لأنه انتشر فصار جزء من حسابياتنا اللغوية باعتباره، ولو أنها مثل ما يقول ليست مسلمة أكثر ما أنها مشاع. أنا ضد هذا الأمر يعني، فتعقيبا على كلمة الإبداع فقط. أما من ناحية الإنتاجات يعني لله الحمد أقدر ألخصها بالتالي: رقم واحد، لله الحمد الله وفقنا وفزنا بالجائزة الفضية على مستوى العالم في مجال الكرياتيفيتي، في جائزة اسمها كرياتيفيتي أوورد من نيويورك لأفضل مثلا سنجل برنت آد، كرياتيف سنجل برنت آد، وكانت هذه في نسخة التاسع والأربعين، يعني فوق ال 49 سنة كانت هذه الجائزة تدار، الآن وصلت يمكن 55 أو 56. طبعا هذا الإعلان في حد ذاته تم أخذه من قبل الشركة في ألمانيا ونشره في منهج باللغة الإنجليزية يتحدث عن مجال الماركتينج والإنوفيشن. هذا واحد. اثنين، الكتاب اللي ذكرته أستاذ، قضية الأوريجامي المقدس، ما كان نعم. حصيلته إلا من خلال رحم مجموعة واتساب قرآنية إن صح التعبير، فكانت مجرد تأملات وتم جمعها إلى ما صار هذا الكتاب. بس طبعا قبل ما أكمل، أعتقد أحد الأخوة يذكر مسألة تسجيل هذه المقابلة، ماذا موجود عندك أستاذ؟ تم التسجيل؟ نعم، سيكون هناك تسجيل تمام وستبث تمام المقابلة في يوتيوب. تمام تمام الكتاب الثاني أنا أحب دميتي، طبعا أنا أحب دميتي كان هو مجرد observation، مثلا نقول ملاحظة لشيء معين لاحظته في أحد المجمعات، وكان الإلهام في معرفة العلاقة الغريبة العجيبة ما بين الكائن البشري وما بين قطعة بلاستيك دمية. فسر هذه العلاقة بعد البحث والتمحيص لوحظ أن العلاقة امتدت إلى أكثر من 4000 سنة إلى حد يومنا هذا، وإلى ما ندري إلى متى يعني. فهذا سر العلاقة حاولت أن يعني أطرق بابها من أكثر من باب، سواء كان من جانب الأنثروبولوجي، من الجانب الديني، الجانب الاجتماعي، البراندينج والماركتينج إلى آخره. واحد منهم يتكلم عن أنسنة الهويات، وطبعا هذا جزء من هذا المحتوى اللي بنذكره الليلة اللي هو الفايف سيز، وكتاب آخر عن جميل. الخط الصعروبي وانتهيت منه لله الحمد، مسألة تسجيل الآن لوزارة الإعلام وينتهي الآن. والكتاب الثالث اسمه هايلايتس، طبعا الهايلايتس المقصود بالهايلايتس الموجودة في الانستغرام نفسه، يعني كانت بعض العبارات الموجودة تم جمعها تقريبا فوق 100 عبارة في مجال الإبداع والماركتينج والإنوفيشن بطريقة معينة، وسيتم جمعها بطريقة خاصة، يعني حتى في عملية العرض كأنك تشوف هايلايتس حقيقي حتى في الملف نفسه يعني. نعم، وهذا إذا هذا فقط سيصدر كتاب، ثلاثة تفضل. تقريبا، ثلاثة كتب تقريبا، يعني الكتاب الأول هو الأنسنة، كتاب الأنسنة ورد أنا مخلصنه يعني من فترة طويلة، لكنما هي عملية مراجعة. الكتاب الثاني يتحدث عن الهايلايتس، مجرد عبارات مقتبسة، اختصارات لبعض الكتب، أقدر أسميها كبسولة، يعني كبسولة معرفية بطريقة معينة. أهلا أستاذة جهاد، مساء الخيرات. والكتاب الثالث عن الخط الصعروبي، هو الكتاب يتحدث عن أساسيات الخط الصعروبي، وقبلها يتحدث عن ويتناول مسيرة الخط العربي بشكل عام وكيف تطور وإلى أين سيصل، طبعا أنا كتنبؤ من قبل كلمة الكاتب. فهذه ال ثلاثة كتب القادمة. طبعا هذا الكتاب اللي بين يديك أستاذي هو كتاب إيه نعم الأوريغامي، نعم الأوريغامي المقدس، وهذه الثلاثة إيه. كتب التي ذكرتها إن شاء الله في خلال هذا العام إن شاء الله، لا ينتهي إلا بانتهائهم إن شاء الله بإذن الله. نعم، فهذه نعم بالنسبة للكتب. بالنسبة لقضية الأثر، كانت إيه تجربة ماركت جدا جميلة، حتى الأخ أحمد الشقيري في أحد حلقاته خواطر تكلم عنها وذكرها يعني بالإشارة، وحتى كانت صحيفة الوسط تكلمت عن هذه التجربة،
واحمد الشقيري تكلم عنها ايضا، وهي قضيه البيع بالثقه. طبعا ربما احنا ممكن اول براند على مستوى الخليج نبيع التيشيرتات بالثقه، يعني بدون وجود مثل ما يقول سيلز مان، يعني كان بس مجرد نحطه في العربه، الناس تشوف التيشيرت عجبها أهه. الديزاين بس، وتحط المبلغ وتمشي. طبعا توقفت وما زالت متوقفه، ولكن الان في سبيل احيائها من جديد باسلوب جدا مختلف، والاسواق المفتوحه اليها الكويت ان شاء الله وامريكا ان شاء الله، لان سوقنا ما نريد احنا نحصرها في منطقه جغرافيه معينه. وهناك طبعا لما اقول الكويت وامريكا، هذا بطلب من الطرفين، يعني مو انا رحت اليهم، لما شافوا البوتنشال تواصلوا معنا اخوه هناك، فقلنا ليش لا، بالعكس لم تكن ارض الله واسعه. فارض الله يعني ليس المقصود بان لازم تتهاجر، لا، انت قاعد في البيت انت مهاجر، فممكن انت تحدث الاثر مهما كنت وين كنت، يعني ما دام انت عندك الفكره والرساله والرغبه والاداء، ما دام هذه الثلاثيه والرباعيه موجوده عندك فبامكانك التغيير. فهذا فضلا عن دراستي الماجستير، يعني تقريبا وصلت نصف الطريق الان في مجال ام بي اي جنرال، يعني ان شاء الله. وسلامتكم، هذا مختصر، انا خلصت الخمس دقائق انا. اي وزياده. اي تفضل. أي جامعة أستاذ؟ اللي هو سويس بزنس سكول يسمونها، جميل ايه جدا. ايه في هذه السويسريه. فطبعا كله اونلاين، كان المفترض هي كل اسبوعين، بس انا تعرف بسبب الجائحه فتحول كله اونلاين، ومواصلين فيها الحمد لله رب العالمين. اي نعم. سيرة جميلة ورائعة مليئة الله بالإبداع، يحفظك، الله يحفظك ان شاء الله. ونتمنى لك المزيد. بالابتكار وليس ابداع. ها ايه. الابتكار، يبدو أن لديك الكثير من المصطلحات التي لا تراها جيدة، أو هناك اعتراضات عنها. عموما تفضل تفضل استاذ. نعم، الآن موضوع الحلقة نعم، الفايف سي نبي اذكر نتقل اليك ان شاء الله. الأسبوع المبارك. أولا طبعا أعتذر عن تفضل. تحريرك للكاميرا، أعتذر للجمهور عن تحرك الكاميرا أكثر مرة. مسألة الأسئلة والأجوبة ستكون في الربع ساعة الأخيرة إن شاء الله. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر الجميع كائنا من يكون من البحرين وخارجها، لان البعض تابعني عن طريق الواتساب يريد يعرف شنو هذه بدعه الفايف سيز. زين، فمقدمه قبل ما ندخل في الفايف سيز، رقم واحد، يجب ان نؤمن بانفسنا بان لنا القدره على التغيير، وان لنا القدره على صناعه المحتوى من صلب ومن رحم ثقافتنا. هذا رقم واحد جدا مهم، وان كانت المصطلحات باللغه الانجليزيه، لكن اساسها والكور مثل ما يقولون اللب تبعها هو لب عربي بحت. فبحسب اطلاعي طبعا لكثير من الكتاب والمحاضرين الاجانب خصوصا الامريكان، لاحظت هناك خيط رفيع بينهم مشترك، ان اذا كان عنده كونسبت معين ياخذه، ومثل ما احنا نقول بالعامي يدق عليه، يكرره، يستعرض طريقته باسلوب مختلف، باكج مختلف، لكن هي نفس الفكره. واعطيكم مثالين، وممكن كل شخص يروح يتابع هذول الشخص اللي بذكرهم الان، ويشوف ان في المنطقه المشتركه بينهم لا تختلف ابدا، وانما طريقه العرض هي المختلفه، لا اكثر لا اقل. طبعا هذا ليس تهوينا وليس استخفافا او تقليلا من شان اي واحد ابدا، بالعكس هذا يدل على قوتهم في الماركتينج، وانما يجب ان ناخذ الامور بعمق اكثر ما هي على السطح. المثال الاول، الكاتب المعروف سايمون سينيك، عنده كتاب طبعا اكثر من كتاب، وطبعا انا من ضمن المتاثرين بكتاباته، كتاب اسمه ستارت وذ واي، مترجم من مكتبه جرير، ستارت وذ واي او ابدا بلماذا، وكتابه الاخر في ستارت وذ واي، والثانيه اعتقد فيها بعد واي بس ما اتذكر شنو، بس هذا هو الكتاب الاساسي ستارت وذ واي. الثاني جاي كاواساكي، كان من ضمن المؤسسين او من ضمن فريق العمل مع ستيف جوبز، اوكي، وامريكي لكن اتوقع انه من اصل ياباني. اتوقع ان الشغله جدا مهمه، عندما تقرا لاي كاتب يجب ان تدخل في عمق اعماق ما يكتب. ليش؟ تقرا ما بين السطور. سايمون سينيك انا اتوقع ان لاي شخص يعني يطلع على 10 فيديوهات فقط، مو اكثر، 10 فيديوهات لسايمون سينيك، يعرف ان الكلام مكرر. وهذا ليس عيب، بالعكس، يعني ربما ياخذ من اكثر من محفل بطريقه مختلفه، لكن هي نفس الفكره، وان كونسبت، ما في تغيير. يحاول الترويج اليها بطرق مختلفه، ربما بعضها بالمحاضرات، بعضها بموقع الكتروني، اخر بكتاب، ثالث بكتاب صوتي، واخره الى اخره الى اخره. فهنا اللعبه، ان انت يكون عندك كونتنت، وهنا هذا مقدم للفايف سيز،
انت عندك كونتنت، محتوى ثري جدا عميق، يمكن هذا المحتوى ان ينمو مثل الكائن الحي، مع الوقت ممكن يتشعب، ممكن يكبر. وطبعا ككل الافكار ما عدا المستثنى منها، نسميها الافكار المقدسه التي لا تشيخ، كل الافكار تشيخ، تنمو تكبر تصل مرحله الذروه، ومع الوقت ومع الوقت تشيخ، لكن كثير من الافكار لا تموت، لكن كثير من الافكار تكبر وتشيخ. هناك فرق، ما بدخل في الفلسفه فيها، بس هذه نقطه جدا مهمه اذا واحد بيتابع الكتاب. طبعا سامر سينيك ركز على مساله الستارت وذ واي، في حين جاي جاواساكي يركز على فايند ذا مينينج. لو تحطهم مع بعض وتقرا هذا الكتاب، تقرا هذا الكتاب، بتشوف انه نفس الفكره، نفس الفكره. طبعا هذا اجتهادي الشخصي بعد ما طلعت على كلا الكتابين وكلا المحتويين، نفس الفكره تماما، لكن الباكج مال سايمون مختلف عن الباكج مال جاواساكي، ولو هو نفس الشيء. طبعا هذه يروج بطريقته الخاصه وذاك بطريقته الخاصه. الفكره من هذه المقدمه رقم واحد، واخذها من مقطع ذكر سامون سينيك في احدى المحاضرات الجميله جدا، وهي، وطبعا انا مؤمن في هذه النقطه، وهي اصلا موجوده في القران الكريم، موجوده في صلب ثقافتنا الاسلاميه اصلا. رقم واحد، ان تؤمن بالمحتوى الموجود عندك، لان اذا امنت كونت طاقه خفيه عندك بحيث تكون مثل المغناطيس تجذب الاخرين اليك. طبعا انا بربطها بعدين بمساله التسويق، يعني في الاخير هنا اتكلم عن الفايف سيز في التسويق، بس هذه مقدمه معرفيه اجتماعيه لابد منها، ضروريه جدا، اساس لما نفهم الاساسيات والاستراكشر تبع اي فكره ممكن احنا بعدين نطبقها في اي مجالات اخرى، في مجال السياسه، في مجال الدين، التسويق، الاقتصاد، في كل شيء. يعني في الاخير الانسان بطبعه كائن اجتماعي، وهذا الكائن الاجتماعي من طبعه انه يكون جماعات. ما بتحصل لك اي شخص في العالم على طول البشريه انه عاش لوحده وكون مجتمع، ما يصير المجتمع لشخص واحد، على الاقل اثنين ثلاثه وفما فوق. زين، كيف انا اكون مجتمع اذا استاذ احمد ما يميل الى افكاري؟ فبالتالي اروح الى شخص اخر او الى شخص، لما اكون هذه المجموعه الموجوده عندي وان قلت ما يضر، حتى لو خمسه، في الاخير اكون مجموعتي الخاصه اللي فيها الانتماء، ومن ثم انشر الايمان فيما بينهم، ومن ثم تنتشر الفكره وينتشر السلوك، وهكذا يصير التغيير. وهذه نفس الفكره تماما في كل ديانه وفي كل فكره، بالرغم ان هي ما قاعد اقارن بين دين وتسويق، لكن المؤمن إيمان شديد أن كل البشر مسوقين، أو كل البشر مسوقون، لأن أنت حتى وأنت قاعد تسوق للباس اللي تلبسه، تسوق للشراب اللي تشربه، تسوق إلى أي شيء أنت من حواليك، أنت تسوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باختصار. فنحن قاعد مثل ما نقول احنا ماركتيرز، يعني شغالين بوعي أو بغير وعي، سواء كنا يعني متعلمين او بين قوسين عندنا اميه، في الاخير نحن مسوقون، علمنا ام لم نعلم. هذه نقطه المقدمه الى الفايف سيز. الفايف سيز امانه هي اجت من الكتاب نفسه اللي هو كيف تؤنسن هويتك المؤسسيه في عصر المشتتات، كانت هي في الاساس ناين سيز، وبقول لك شنو الناين سيز، الكتاب موجود عندي بس ارجع اليه لنوع من التاكد. رقم واحد يسمونه الكوز. طبعا ليش انا ذكرت انها اختصارات فقط لا اكثر لا اقل، وليست حبا في اللغه الانجليزيه، وانما فقط للتعريف وتبسيط الامور. كوز اللي هو معرفه الهدفيه، اوكي؟ اذا انت عندك هذه هي نفسها اللي ذكرها سامون سينيك في ستارت وذ واي، يجب ان تعرف الهدفيه عندك، سواء كنت انت في مؤسسه، ما يصير ان الموظف الموجود عندك ما يعرف هدف المؤسسه، مجرد كارد اخر الشهر يستلم المعاش بسم الله. هذه ما فيها سببيه. وطبعا من اذكر اي طبقه من الطبقات هذه بذكر امثله عمليه، سواء كان في مجال البزنس تبعنا او بشكل عام. بالنسبه للكوز، في احدى المؤسسات في البحرين بدون ذكر اسماء طبعا، استدعونا قالوا تعالوا سووا لنا كامبين داخلي تقريبا فوق الى اكثر من 500 الى 1000 موظف عندهم. فسالت المدير، طبعا المدير من دول خليجيه، ذكرت يا ابو فلان شنو سبب الكامبين، تريد لشنو؟ يقول لا بس احنا نريد نروج داخليا، يعني عندنا يعني بجت معينه نريد نروجها داخليا، يعني بحيث ان نعطي الموظفين نوع من الاهتمام. انا سالت سؤالين، وطبعا من هذه الاجابه الاستركتشر كامل تبع الكامبين كله تغير. قلت له يا ابو فلان اذا صار عندكم موظف شهر شنو تسوون؟ يعني انت شخصيا شنو تسوي؟ هل تروح اليه ولا شنو يعني الستبس اللي تسوون؟ نقول عاده اذا صار في موظف الشهر ندعو الموظف هذا عندي في المكتب، وعند الرول اب وراه وتصوير تك تك، واخر شيء بي ار وخلص الموضوع. قلت لا اسمح لي، هذا طريقه غير صحيح،
قال لي يعني شنو طريق غير صحيح؟ قلت له انت تنزل للموظف، مو الموظف يرتفع اليك. انت اذا تريد تاسس يعني ثقافه مؤسسيه مخلصه داخل هذا الكوربريشن الضخم اللي موجود عندك، يجب ان تنزل الى الناس الى مستواهم. طبعا هذا الكلام انا ما قلته اعتباطا الا بعد ما سويتنا فوكس جروب، دخلنا ويا التيم داخل المؤسسه وسالنا الناس وسجلنا فيديو ريكورد وعرفنا كل الفيدباك. طبعا ما يصير انظر بدون ما اعرف. طبعا هذا الكلام ما قلته الا بثقه تامه الا بعد ما سوينا هذا الهوم ورك اللي عندنا، وعرفنا ان اكثر من 90% من الموظفين غير راضين عن اللي يدور في المؤسسه نفسها. فاذا 90% غير راضين وهم يعرفون انه بيصير كامبين قيمته هلقد 1000 دينار بس مجرد بهرجه وكذا، يقول من باب اولى انه يعطي يوظفها بطريقه اخرى. فبالتالي ما عندنا مثل ما يقولون البيليف اللي دائما سامي السنك يذكرها في اي مؤسسه، لازم الموظف عنده هذا الايمان بالمؤسسه بهدفيتها حيث انه يعطي. اذا كان هذا الايمان مفقود فكيف تتوقع الناتج؟ الناتج طبعا بيكون ناقص. فعلى الاساس قلت لابو فلان، قلت له انت المفروض تعكس الايه، انت تنزل للناس، تنزل لهذا الموظف في مكان عمله في القسم تبعه، سواء كان واير هاوس، سواء كان في الفيل، تنزل وتكرمه هناك قدام الموظفين. طبعا طبعا هو استبعد الموضوع، بس قلت له والله اذا تريد يعني هذه نصيحتنا، وش راجع عليك؟ والرجل كان مستمع جيد امانه، ونزل وكرم هذا الموظف وتعجب من النتيجه. يعني كانت النتيجه ان اصلا حتى الموظفين يقولوا هذا في السنه الحسنه نشوفه، فهذا بشكل شهري نشوفه، هذا شيء كبير بالنسبه لهم. شوف تغيير بسيط جدا. انا ليش ذكرت القصه؟ لان كثير من الموجودين سواء كان في مؤسسه، بغض النظر سواء مؤسسه خيريه، مؤسسه بزنس، قطاع حكومي، قطاع خاص، انت لو تسال سؤال بسيط وهذا تقدر تختبر اي شخص سواء بهالسؤال وتعرف الاجابه، مو في نص الاجابه وانما في نغمه الاجابه. لما تسال وش اخبارك يا الشغل؟ هل تحس ان الطاقه الايجابيه منبثقه مني؟ يقول لك والله تمام ممتاز، والله انا مرتاح، حدي اوكي، عندنا ذاك الشغف نشتغل. كم نسبه الناس لما تسالهم هذا السؤال يجيبونك يجاوبونك باجابه ايجابيه فيها ذيك الروح؟ قليل جدا. طبعا هذا حسب اللي انا اشوفه، يعني يمكن انت يمكن اللي معاك استاذ احمد مختلف الى غير مختلف، بس بشكل عام مؤثر جدا. أوكي. نعم نعم صحيح. فهذه نقطة، هذه نقطة جدا مهمة وفيها طابع ديني احنا غافلين عنه. في حديث جدا جميل، وطبعا هذا الحديث انا اربطه بمقالات باللغة الانجليزية وكلها موجودة فيها، بس طبعا ما انهم ما يعرفون الاسلام فطبيعي ما في يذكرونه، بس انا فلسات اشوفه. للفعل. لا موجود في حديث جميل جدا نموي، ان الله يحب اذا عمل احد منكم عملا ان يتقنه. نتكلم عن البرفكشن، نتكلم عن الاتقان، يعني ما نتكلم عن ان انت ترتاح نفسيا، لا 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 لا، انا اتكلم عن ان الله يحبك اذا اتقنت العمل. متخيل شنو الدرجه العاليه جدا اللي احنا متعجبين منها شوي؟ يعني مثلا ستيف جوبز او غيره والجماعه يتكلموا عن الساتسفاكشن الداخلي فيهم، انا اتكلم بالمنظور الموجود حاليا عن ساتسفاكشن يونيفرسال شوي، داخلي بلس 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 سماوي يعني. زين، كون احنا طبعا يعني كوننا مسلمين ان شاء الله يعني بالاسلام الصحيح. تربط ذلك، اتفضل. تربط ذلك بالإيمان بهدف المشروع بالضبط أو المال. بالضبط بالضبط. علشان كذي انا اقول الكوز جدا مهم. يعني لو هذا منطبق على مساله الماركتينج، سؤال بسيط، شنو هدف البراند؟ شنو اساس تكوين الشركه؟ لازم الهدف هذا دائما يكون موجود. مثلا انت عندك، ارجع الى المثال اللي ذكره سايمون، انه انت تكون جماعه، بين قوسين اكون ترايبس يسمونها قبيله يعني. زين، اذا تكون هذه القبيله لازم عندها قائد، اوكي، قائد وليس مدير، عندها قائد وعنده هدف معين وعنده القابليه للتنقل على حسب الهدف. والله هدفنا الحين نروح الشمال، نروح الشمال، نروح الجنوب، نروح الجنوب. فاخر فيكون عندنا هذه القابليه والناس تنقاد الى القائد بايمان عميق بدون تردد. فهذه الشغله جدا مهمه تكون عندنا في البراند. طبعا انا لما اتكلم عن التسويق اتكلم عن في البراند شنو رسالتها، شنو الهدف تبعها. لان اذا فهمنا السببيه كل الظروف اللي بتجي بعدين مهما كانت، كورونا، زلزال، حرب عالميه، ما بياثر فيها. مثال على ذلك، اعطي امثله عمليه. ادولف داسلر مؤسس براند اديداس، اتمنى الكل يقرا قصته. وانا اتكلم عن شخص المصنع تبعه قصف في الحرب العالميه الثانيه وبلدته دمرت وما عندي شيء. اتكلم عن حرب، ما اتكلم عن جائحه مثل كورونا وانت قاعد في البيت وانترنت موجود والامور طيبه، اتكلم عن حرب. زين،
مع ذلك ما وقف، راح استخدم مخلفات الحرب من الجنود، سواء كانت مظلات، قبعات إلى آخره، واستخدمها على أساس أن تكون جزء من التصنيع إلى الحذاء نفسه. ما وقف الرجل، لم يتوقف. طبعا ساعدوا أهل قريته. شنو يدل هذا؟ لو بتنظرها بالمنظور المادي البحت، أنت الحين في حرب وتم قصف المصنع تبعك، وأنت يعني في حال ترثى له، تفكر في بزنس؟ أتكلم عن حرب، ها، وأتكلم في قبال ذلك بزنس. البزنس ما يتماشى مع حرب، عادة ما يتماشى. ومع ذلك لا، الرجل واصل، وهذا من أكثر الملهمين إلى رواد الأعمال في العالم، أدولف لاسا، ولو أنه ما كان معروف، بس قصة جدا ملهمة، لأن الظروف تبعها غير طبيعية. هذا بالنسبة للكوز، معرفة الهدفية جدا مهم، ومثل ما سماها سايمون سينيك على حسب اللي كتبته في الكتاب، وهو ما سماها ب فايند يور واي. هذا الكتاب الثاني ذكرت الحين، هو عنده كتاب اسمه ستارت وذ واي، والثاني اسمه فايند يور واي. طبعا اثنين باللغة الإنجليزية، واحد منهم بالعربية. هذا الكوز، تمام، هذا رقم واحد. احنا قلنا 5 سيز، لا انا الحين بذكر الناين سيز وبعدين اختصرت للفايف. الثانيه اللي هو الكونسبت، اوكي انا عندي الفكره، عفوا انا عندي الهدفيه. الهدفيه يجب ان تكون من وراها فكره، لان الفكره هي اللي بتبني من وراها الكونتنت، المحتوى. انا كيف انا اسوي محتوى مو عارف شنو الكونسبت تبعي؟ لازم في فكره. الفكره هي ترجمه الهدف الموجود عندي، سواء كان معتمد على فاكس اند فيجرز، معتمد على احقاق، معتمد على ايموشنال، من الفئة المستهدفة، بي تو بي، بي تو سي، الجمهور العام، مجتمع معين، طبقة خاصة. هذا اللي تكون لنا الكونسبت. من هذا الكونسبت بيكون عندنا اللي هو رقم ثلاثة، الكونتنت. تكلمنا عن كوز، تكلمنا عن كونسبت، تكلمنا عن الحين حاليا عن كونتنت. ودائما يقولون الكونتنت از ذا كينج، المحتوى هو الأساس. طبعا لما نتكلم عن قضية المحتوى، نحن نفتقر في العالم العربي إلى صناعة محتوى جاد. نفتقر، وليس معناته معدمين فيها، لا، موجود مبادرات جدا جميلة أنا لاحظها، من مثلا من الأردن، من الكويت، من السعودية، من عمان، جزء منها في البحرين، الإمارات أيضا، قطر قليل، ولكن بشكل عام موجود، يعني بنسب متفاوتة، قلت أو كثرت موجود، لكن ما كان هذا هو الزخم العام المطلوب أمانة والمترقب من يعني من هذا العالم العربي الزاخر بالعقول. لكن للأسف الكونتنت ما يطلع بالطريقة الصحيحة. فرقم ثلاثة الكونتنت، تمام. لما أتكلم عن الكونتنت، أي شيء متعلق بالتقديم المكتوب أو السمعي أو البصري، هذه الثلاثية متعلقة بالكونتنت. رقم ثلاثة. أربعة، عندنا انتخاب الحاوية المناسبة للتسويق، سميت الكونتينر. عندك الكونتنت، شنو بتحطه؟ في شنو بتحطه؟ في إعلان، بتحطه في أنيميشن، بتحطه في تصميم، في رواية، في قصة، في موسيقى إلى آخره، تمام. هذا الحاوية. الحاوية تحتاج تحطها في قناة صحيحة الكوميونيكيشن أو الشانل. بتحطها في شنو؟ بتحطها في يوتيوب، سوشيال ميديا، ايفنت، موقع إلكتروني إلى آخره، دايركت ميل اللي هو الإيميل العادي مثلا. هذا رقم خمسة. ستة بيكون عندنا مهم جدا، اللي هي الكلاريتي. كثير من الناس اللي يدخلون في مسألة صناعة المحتوى، لكن يصنعونه لأنفسهم، ما يصنعونه للجمهور، فبالتالي تضيع الفكرة في الكلاريتي والوضوح، فبالتالي ما تصل إلى الفئة المستهدفة. الكلاريتي جدا مهمة. إيه، تفضل. لحظة، هذا رقم خمسة أو ستة؟ هذا ستة، كلاريتي رقم ستة. تبغى نعيد لك؟ عندنا عادي بعيد لك. عندك الكوز 5 سيز أو 9 سيز؟ لا، هي 9 في البداية، وأنا اختصرت إلى الفايف. مقدمة كلامي قلت لك أنا في البداية هي 9 من الكتاب اللي قاعد أقرأ من الحين، زين، وتالي حورته إلى خمسة، وبقول لك ليش خمسة بعدين، بس أنا أقول لك الأساس شنو. عندنا الكوز، عندنا الكونتنت، عندنا الكونسبت، عفوا، كونتنت ثلاثة، كونتينر أربعة، كوميونيكيشن خمسة، كلاريتي الحين ستة. طبعا من ضمن الكلاريتي استخدام اللغة المناسبة للجمهور. وطبعا هذه نراها أمانة في حتى في مثل ما يقولون سؤال صعب نوعا ما. إذا كان الأنبياء رسالتهم نفس رسالة الفلاسفة، فليش نشوف كثرة التابعين للأنبياء وقلة التابعين للفلاسفة؟ لسبب بسيط، لأن اللغة المستخدمة عند الأنبياء بسيطة تناسب الجمهور المستهدف، في حين الفلاسفة يتكلمون بحديثهم يعني بمستواهم، فبالتالي مو الكل يفهم. طبعا هذه إشكالية مطروحة، يعني صحيحة وغير صحيحة، بس أنا طبعا أحب أضرب الأمثلة في مجال ثقافتنا وديننا،
على اساس انه بس انا ابين ترى هذا كل شيء موجود عندنا، اللهم اللي مساله الباكجينج مختلف لا اكثر لا اقل. هذا رقم سته عندنا الكلاريتي، وضوح الرساله جدا مهم. عفوا، يبدو أن هناك انقطاع في البث. هل يوجد صوت حاليا؟ الأخوة الكرام، يبدو أن هناك انقطاع عند الأستاذ اهلا جعفر. اهلا، اي اتوقع ما تفضل. يمكن ما ادري ليش شنو صار. زين، فوصلنا الى رقم تفضل. سبعه، عفوا سته، خلصنا الكلاريتي. رقم سبعه الكونسيستنت، الكونسيستنت اللي هو الاتساق، الاتساق في الرساله. ما يصير ان مره انا اتكلم حتى من ناحيه البزنس، مره اتكلم عن نوعيه هذا القلم باسلوب معين، وبعدين اجي الكوميونيكيشن اللانجوج مالتي تكون باسلوب اخر، فبالتالي يصير في تضارب في الرساله. يجب ان تكون الرساله واحده. مثال على ذلك كوكا كولا دائما يعني تعطي مبدأ الابتهاج في الحياة كقاعدة إليها في أسلوب الخطاب الموجه للجمهور، خلاص على طول افتح تفرح إلى آخره من أمور، في حين مثلا البيبسي تعطي مجال مثلا الموسيقى والغناء، طبعا كل واحد باتجاهه، والرياضة، في حين كوكولا أكثر معتمد على الابتهاج، وهذا نراها في كل كامبين تقريبا في كوكاكولا. وطبعا حتى مع التواصل مع الناس كوكولا أقوى من بيبسي، في عندها اكثر من تجربه بين باكستان والهند وداخل سنغافوره وداخل تايلاند، تبين الجانب بين قوسين الانساني فيها. طبعا بغض النظر احنا نتفق، حتى في دبي بعد في عندهم كامبين جدا جميل اسمه هالو هابينس، فكرته ابداعيه بين قوسين سوري ابتكاريه. زين، الفكره انه استخدام الغطاء تبع الكولا كان هي تكون الكوين الى الفون بوث، اذا هذا محل الاتصال، بدل ما انت تحط العمله المعدنيه تحط الغطاء تبع الكولا ومن ثم تتصل لاهلك. طبعا كانت الفئه المستهدفه هم الجاليه الاسيويه الموجودين في دبي. طبعا انا اعطيها كمثال لان كوكولا في جميع المسج الخاص فيها كلها متسقه، وهذا يدل على قوتها. يعني يقول لك براند with consistent is a strong brand، لازم يكون في اتساق في المسج. هذا رقم سبعه. عند رقم ثمانيه وتسعه هذول يعني اصعب واخطر طبقتين، أصعب وأخطر، culture بعدين community، تصنع ثقافة ومن ثم تكون مجتمع. لو بنرجع على مسألة الثقافة، لما يكون جزء من الكلام الدارج، يكون يعني حتى بعض المصطلحات تستخدم بشكل يومي مأخوذة من هذا التسويق، فالمسألة جدا عميقة. يعني أعطيك مثال بسيط ممكن صار عندنا في البحرين حتى قبل السوشيال ميديا بفترات طويلة جدا، ماذا إذا تذكر فانيلا جاسم كمثال، ما ادري اذا لحقت عليها ولا لا. نعم، فانيلا جاسم بالرغم هي انه زين، بالرغم انه ما كان في اعلانات ولا كذا، بس الناس خلاص عرفوا فانيلا جاسم المتميزه بكذا وكذا، والناس تدق مشوار من القرى الى المنامه الى بعض الاسواق المدن الكبيره على اساس انها تاخذها، وصارت على لسان كل من، مع بالرغم لا في سوشيال ميديا حزتها ولا شيء. طبعا لكل زمان لغته. يعني هذا أنا الكابتشر، أظن هذا أن براند عالمي هو سان لوران. اي فلما يتحول، لما يتحول البراند الى كلتشر، مثل ابل تحولت الى كلتشر، تحولت الى يعني مجتمع خاص بين قوسين بالمبتكرين والكرييتيف بيبل. يعني فدائما يقول لك ابل او هذا انسان تك سافي والامور هذه، انه خلاص صار في بوزيشننج الى كل من يحمل هذه العلامه الى انه منتمي الى هذه الثقافه. طبعا الليفل الاعلى جدا، وهذا قليل ونادرا ما تحصل من البراند على مستوى العالم موجوده، اللي هو صناعه المجتمع كوميونتي. لما اقول صناعه مجتمع يعني لهم طقوس معينه ان صح التعبير، سلوكيات خاصه، معاملات يوميه خاصه فيهم يسوونها، مثل هارلي ديفيدسون موتور سيكل. طبعا هارلي ديفيدسون عندهم اتوقع السلوجن مالهم فريدم، وتحولت الى جزء من ثقافه المجتمع الامريكي، وطبعا صار فيه كثير من الافلام موجوده هوليوود عنها، ومعروف انه من يطلعون زرافات على قولتهم. طبعا شوف ال 20 40
100 موتر سايكل، وشفناهم في البحرين بعد موجودين، يطلعون برتم خاص لهم دق معين، وربما مو ربما ربما من الاكيد ايضا. طبعا هذا كلام انا اقتبسته من سايمون سينيك في احدى محاضراته، لما يقول هل تحصل واحد حاط مثلا شعار بي ام دبليو دق وشم تاتو على ذراعه؟ ما بتحصل، ما في. زين جاكوار، لامبورغيني، مزراتي، ما تحصل انه واحد بي ام دبليو، مرسيدس، هل تحس واحد من دوله اللي مشى السيارات قام خذاه وشم وحطاه في ذراعه؟ ما في. لكن تحصل في وين؟ في هارلي، لان هذا جزء من الثقافه مالتهم، جزء من المجتمع الخاص فيهم، فلهم سلوكيات معينه، لبس الجلد والخوذ والى اخره الى اخره من الامور. فهذا احنا نريد نصنع هذا الامر. طبعا احنا نتكلم عن 9، الاختصار اللي اختصرته في 5 سيز كانت عباره عن: رقم 1 الهدفيه الكول، 2 المحتوى، 3 الكونسيستنت، لان الكونسيستنت هي اصلها فيها الكوميونيكيشن اصلا، زين، و4 عندنا الكلتشر، و5 الكوميونيتي. هذه 5 الفايف سيز اللي ممكن انت تطبقها في مؤسساتك، حتى لو كانت صغيره، حتى لو مكونه من شخصين فقط، او مؤسسه ضخمه، او حتى دوله. لان نعم هذه الشغله شنو، في ملاحظه اعتقد يقول اذا ممكن ان يكون الضيف في اعلى الشاشه، ما ادري يصير يعني، اعتقد الضيف دائما تحت، يصير سويتش، ما اتوقع، انت للأسف اخبر، لا يمكن. ايه ما اتوقع يصير. زين، فعندنا الفايف سيز الموجودين، طبعا لما نتكلم عنهم خصوصا البراند كلتشر لازم يكون فيها انجيجمنت. هذا الانجيجمنت او هذا التفاعل يكون مع البرودكت، يكون مع الخدمه، يكون مع الفكره، سواء كانت هذه الفكره عباره عن دين يعني معتقد، او كان مبدا اجتماعي، او كان حتى مبدا سياسي، او مبدا او وات ايفر الكونسبت اللي يكون موجود. طبعا هذا بالنسبه الى البراند كلتشر. فبشكل عام هذا اختصار. طبعا انا اقدر بس يعني اذا ما ادري الوقت خلص او لا، بس خبرني اسار عندي. يبدو يفضل أن نتيح الوقت اي اذا للجمهور خلص خلاص، بس انا بذكرك اختصار تفضل. عندي، اللي هو عندي الكوز اللي هو الهدفيه، يجب معرفه الهدف وبناء الايمان عليها. الايمان جدا مهم، لان اذا ما في ايمان ما في استمرار، لان اي معضله، اي مشكله تصير المؤسسه او صاحب الفكره، وبالتالي ينهار هذا المبنى كله بسبب الظروف الخارجيه. الايمان جدا مهم. عندنا ثانية شغله الكونتنت، اوكي، لان هذه مبنيه على شيء اسمه الستوري تيلينج، وهذا احنا نفتقده ايضا في العالم العربي، قدرتنا على الستوري تيلينج. القصه جدا مهمه في الهام الاخرين. القران الكريم 3/4 قصص، معظم الكتب السماويه كلها قصص، معظم اللي نتاثر فيه احنا قصص، الافلام اللي نشوفها قصص، التاريخ قصص، فهذا حياتنا كلها قصص في قصص. الشغله اللي قبل الاخيره الكوميونيكيشن مبنيه على مبدا الايدا، من السبعينات احد من الامريكان ابتكرها. ايدا هو اختصار اللي هو رقم 1 الاتنشن، شد انتباه، بعدين انترست، اوكي، بعدين ديزاير، بعدين اكشن. طبعا انا سويتها معربتها الى شارع، شين شد انتباه، الف اهتمام، راء رغبه، ومن ثم عين اللي هو عمل، واخر شغله الكلتشر اللي بيكون احنا نحتاجه لصناعه صناعه الربط بناء على نظريه بافلوف. كل ما انت ربطت محتوى ومصطلح بعمل معين، كل ما زادت عمليه المصطلحات اللي نقدر نربطها مع بعض، زاد الزخم عند الناس في ربط ما بين المصطلح وما بين الحركه، فبالتالي يصير عندك مجتمع واعي جدا، مثقف، ما يلتفت الى السفاهات من الامور، ما يلتفت الى السطحيات، وبالتالي يصير اثراء للمحتوى جدا ضخم وقوي جدا. ويعني انا يوم رحت دبي مثلا، كان عندهم في مكان اسمه دبي ديزاين ديستريكت، هذا في عالم اخر، يعني من التصميم من الصبح الى الليل، الناس شغلته بس تصميم وافكار وكرييتيف، فتعيش عالم اخر. فاحنا نحتاج هذه الامور. في الكويت عندهم نقاط، في قطر عندهم كتاره، في عمان والسعوديه عندهم اثراء، جدا تجربه جميله في السعوديه من طرف ارامكو، البحرين نفتقر. ونتمنى أن ايه تكون ان في شاء الله. البحرين، في مملكة البحرين، مثل الدول الأخرى وأفضل من ذلك. ان شاء الله. يتاح الوقت لأسئلة الجمهور. أستاذ، عفوا، يعني اي لا، خذ راحتك. هذا أسئلة الجمهور. طبعا اختصار ما تفضلت به أستاذ، أنا كتبت تمام. النقاط التسع: cause, concept, content, container, communication, clarity, consistent, culture and community. أن تمام. تبدأ بهدف، وثم الهدف
يكون إيمان بالهدف، صحيح. ويكون هناك مفهوم واضح لذلك الهدف، وله محتوى، يتم نشر محتوى يعبر عن هذا الهدف، تمام. والمحتوى يحتاج لحاوية تحتويه، وثم التواصل مع الجمهور وبشكل واضح كلاريتي ومتماسك، ليبني ثقافة في المجتمع تؤسس جماعة أو كوميونيتي لتحتضن الفكرة والهدف، وبالتالي يحقق صاحب المشروع أو صاحب الفكرة أكبر قدر من النجاح الممكن بإذن الله. صحيح. نعم، ليس هناك أسئلة لحد الآن. إذا كانت هناك أسئلة فنرجو من الجمهور التفضل، سواء عن الموضوع أو عن التجربة الإبداعية للأستاذ. طبعا في بداية الحلقة تحدثنا عن سيرة أستاذ جعفر حمزة، أنا قمت بإيجاز لا بأس بإعادتها بشكل سريع. الأستاذ جعفر حمزة مدير شركة بوكسوبيا الإبداعية، أو وكالة بوكسوبيا الإبداعية إن صح التعبير، ومؤلف لعدد من الكتب، الأوريغامي المقدس وتأملات في القرآن الكريم، وكتاب أنا أحب دميتي، تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية من قبل وزارة الإعلام مملكة البحرين، وأيضا صاحب ومبتكر ماركة أثر الإبداعية، وهي تجربة للبيع بالثقة كانت في مجمع العالي التجاري، وفاز بإحدى الجوائز العالمية في الإبداع. ذكرنا أستاذ اسم الجائزة. اسمها Creativity Awards من نيويورك. نعم، نيويورك. جميل، جميل جدا ورائع. وأظن أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، إن لم يكن هناك أي أسئلة. إذا كنت تفضل أو تتفضل بكلمة نهائية أو ختامية. أولا أشكرك أستاذ أحمد على هذه الاستضافة، وأتمنى إن شاء الله من الجميع، إن شاء الله تكون يعني أثرينا محتوى نوعي إليهم إن شاء الله، وترقبوا الكتاب القادم باسم كيف تؤسس هويتك المؤسسية المبنية على هذه 9 سيز أو الفايف سيز، في يعني بالنسخة المطولة أو النسخة المختصرة بإذن الله. وطبعا عندنا الكثير مما يمكن أن نطرحه. أتوقع في أسئلة، أتوقع كأنه في نعم، أحد. هناك سؤال. إيه تفضل. سؤال من الأخ اس علي حسين. ما هو سيد علي، سيد علي أهلا وسهلا، ما هو مستوى الإقبال على الهوية الاقتصادية في البحرين؟ لا أعلم إذا كان السؤال واضح القصد من ربما السؤال. الهويه، ربما الهويه البراند ايدنتيتي ماذا، او الهويه الاقتصاديه اذا كان يمكن التوضيح، بس انا باخذها بشكل عام. اذا كان القصد من الهويه البصريه او البراند ايدنتيتي، في لاحظنا خصوصا بعد دخول تمكين في الخط، الكثير ممن يعني يكون عنده توجه ان البزنس تبعه يكون بمستوى راقي نوعا ما. طبعا التحدي الكثير الان الموجود في على مستوى البحرين خصوصا، برغم ان تجربة البحرين جدا فريدة من نوعها في مسألة رقم واحد الدعم، في مسألة تنوع الخيارات، في ارتفاع مستوى الوعي نوعا ما في هذا المجال، حتى في التجارب اللي بين فترة وثانية تطلع. أعطيك مثال، عندنا الحين إيفنت قادم إن شاء الله في تاريخ 18/7، بيكون فورم، منتدى افتراضي اسمه براند أند ديزاين فورم، منتدى نعم، التصميم والهوية. بيكون طبعا في ضيوف من البرتغال وأستراليا والأردن والعراق والبحرين. طبعا هذا الاثراء جدا مهم على اساس رفع المستوى. لما اقول شنو المستوى، انا ما اقدر اقررها بهذه الطريقه، وخصوصا احنا نفتقد لارقام، نفتقد لسيرفي، نفتقد لابحاث خاصه في هذا الجانب. طبعا مثل ما يقولون، ما يقض مضجع الناس المهتمين في هذا المضمار، ان تلاحظ كثير من الناس اللي تتخرج من الجامعات سواء كانت الوطنيه او غيرها في مجال التصميم، يطلعون لك في سوق العمل، ترى في سوق العمل هناك ناس بين قوسين يدعون الوصل بليلة في مجال التصميم وكذا. فما في ستاندرد معين، ما تقدر تحكم، ما تقدر تقول لازم في ستاندرد خاص، لأن في الأخير هذا يعني مفتوح الموضوع. فالرهان صحيح على أستاذ، رفع، إيه فالرهان على رفع مستوى الجمهور لا أكثر لا أقل، بس ما أقدر أقول لعل يعني مثلا وقف هذا أو اترك هذا، لا، الكل ياخذ دوره
وهذا سباق والكل شطارته، لكن من المهم جدا ان احنا يكون عندنا مستوى التثقيف مرتفع. كل ما ارتفع مستوى التثقيف المايند سيت عند الناس، صار اختياراتهم سلكتيف، يعني دقيقة جدا، والذوق مالهم مرتفع فقط، لا اكثر لا اقل. لعل هذه المسألة مرتبطة بدعم تمكين مثلما تفضلت به، مرتبطة بالبرمجة أيضا مجالي، وهي أن وجود الدعم من تمكين يدعو الكثير من الأشخاص أن يقدمون كفندر ويرفعون الأسعار بشكل كبير، لأن السيولة متوفرة، ولكن مفهوم البراند ومفهوم التصميم وطريقته وستاندرز وما شابه غير متوفرة بسبب هذا الدعم. هناك سؤال آخر، جعفر خلف، أهلا وسهلا، هل يوجد تأثير بين الهوية التجارية برؤية حديثة مع الاقتصاد المحلي؟ هل يوجد تأثير بين الهوية التجارية برأي حديث معك؟ طبعا، لأن كل ما احنا مشكور أخ جعفر، طبعا جعفر هذا أحد زبائننا يعني بالمناسبة. زين، عنده مشروع فود تراك جدا جميل ورائع. بالنسبة لهذا طبعا في علاقة طردية. أعطيك مثال بسيط، مثلا عندك في أوروبا على طول عندهم المعارض المفتوحة، عندهم المسابقات، عندهم الايفنتس اللي تكون داخل الجامعات وبرا الجامعات في مساحات مفتوحه، هذه يرفع مستوى الذائقه البصريه عند الجمهور. فاذا ارتفع معناته الليفل مالهم في الاختيار بيكون مرتفع، بيكون راقي. فبالتالي اذا ارتقى الذوق عند الجمهور اللي بين قوسين اصحاب الاعمال، فهذا يؤثر حتى على الشركات او الافراد المصممين، فيضطرون يرفعون الليفل. تمام؟ اذا ارتفع الليفل هذا بيأثر على اشياء اخرى. انا اعطيك مثال، لما يكون البراند تبعي يكون انوفيتيف، فيه نوع من الابتكار، والليفل تبعه مرتفع جدا، هذا بيأثر حتى على نوعية انتخابي إلى المواد الخاصة مثلا للطباعة. تمام؟ هذا بيأثر على نوعية مثلا اختيار الشاشات في المحل، اختيار الموتور سايكل الدليفري، كل صغيرة وكبيرة، البزنس كارد، كل ما انت ارتفعت الذائقة صار عندك مجال في طرف آخر انه يبتكر أيضا في مجال التصنيع والبرودكشن. هي كأن ربل افكت، انت تأثر في هذا يتأثر في الثاني في الثالث والرابع الى اخره. فلما انت ترفع الليفل مال البراند، والله انا اريد مثلا بزنس كارد طريقة معينه فيه مثلا يوفي او دايكات او امبوز او ديبوز، شغلات معينه، هذا حتى لما يرتفع الديماند، لما يرتفع الطلب، الشركات هذه تضطر انها تقوم تبتكر وتوفر هذه الاجهزه وتوفر هذه الخدمات، فبالتالي بصير في عندنا اثراء في مجال ابتكار التصنيع، معناته في ناس بتدخل تريننج، بتتدرب اكثر وبتفهم اكثر، فالليفل كله يرتفع. فهي مو شغله انه بس واحد بيصمم في بيته فقط بمعزل عن بقيه السلسله الاقتصاديه الموجوده في البلد او في المجتمع، ابدا. كل ما ارتفع شخص يضطر الطرف الثاني لازم يرتفع. هذا الارتفاع ليس بمقصور انه لازم يكون عندنا دعم تمكين، بالعكس، احنا اكثر الزبائن تبعنا مو مدعومين من التمكين، مو لانه ما يبغى التمكين، لا، بس لانه مثلا على عجله من امرهم، او لانه يقول لك خلاص انا بمشي اموري بدون تمكين. فبالتالي هناك في نفس ايضا جميل من اصحاب الاعمال، اعتمادهم على ذاتهم، مو معناته ما يعتمد على التمكين، يمكن في برامج اخرى، بس في مجال الماركتينج مثلا ما يحب يتعطل لان عنده تايم لاين معين، عنده سكجول بيمشي اموره. فرد على سؤال اخ الكريم العزيز جعفر بالضبط، كل ما ارتفع مستوى الذائقه البصريه بلس الذائقه الاستراتيجيه صح، او العقليه الاستراتيجيه، فبالتالي هذا بيأثر على مختلف القطاعات ذات العلاقه بالتصميم، سواء كانت برمجه، حتى لك استاذ احمد في مجال البرمجه، لما يجي لك زبون يقول لك مثلا عندي البراند عم بسوي في ستايل سكرول داون مالت الويب سايت مثلا، او في مجال انيميشن، او اليو اكس واليو اي تكون شو متقدمه، فطبيعي ان هذا بيخليك بين قوسين جبرا لا اختيارا انك ترفع الليفل تبعك، تشوف الاكسبيرينس من دول ثانيه، من برامج اخرى، وتطورها وترفع، ارتفع الليفل تبعك، اللانجوج مالك بترتفع، هذاك عم يرتفع، الكل بيرتفع بهذه الطريقه. والسؤال فلا مختصر، ايه فلا نقطه فلا يعني مثل ما نقول نقلل من شان هذا الجانب. اتفضل. السؤال الأخير، لأن الوقت ساعة، يكون إغلاق أوتوماتيكي للبث لأن اتفضل. الحد الأقصى أظن ساعة. نأخذ هذا السؤال، في ظل اختلاف أسعار البراندينج في السوق، ما هي معايير اختيار المصمم المناسب؟ السؤال من مهدي، الأخ مهدي عادل. نعم اخ مهدي. طبعا شوف، في معايير كثيره بالنسبه للزبون او صاحب العمل في اختيار التصميم المناسب بالنسبه للاسعار. الاسعار اتكلم معك في البحرين،
يعني الرينج مالها جدا كبير. تقدر انت تروح الى قرطاسيه تعمل لك بين قوسين شعار ب 50 دينار 100 دينار، وتقدر تروح لفريلانسر يسوي لك اياها ب 1000 دينار 800 دينار 500 دينار، وتروح للشركه بين قوسين معروفه تسوي لك اياها ب 4 ب 5000. فعندك من 50 ل 5000، هذا السبكترم كبير شوي. سؤال، ما هو المعيار؟ شوف المعيار يرجع الى، شوف اصعب اندستري عندك في العالم مجال التصميم. ليش؟ لان ما عندك ستاندرد فيه. مجال الاغذيه عندك مجال الاغذيه ايزو، شغلات معينه تمشي فيها كذا. الفاينانس في شغلات معينه ترجع فيها ستاند. زين الكرييتيف، هو اسمه كرييتيف، شنو المرجعيه مالتك فيه؟ هل في ايزو يعتمد في على الذوق كرييتيف؟ ما في، الشخصي. لا ولا على الذوق. اذا اعتمدنا على الذوق صارت مساله نسبيه وشخصيه، فالكل يخبص. والدليل على ذلك، خليني اكون صريح معاك، اذا كان هذا مسجل خلي يصل للمعنيين، الخطا بمكان اتخاذ القرار بناء على ذائقه، لان الذائقه شخصيه. هذا انا ما اتعامل مع فن بصري، لوحه فنيه والله هذه حلوه عجبتني باخذها، اوكي هذا اليك تحطه في لوحه في بيتك اوكي. بتكلم عن براند المفروض ما يعتمد على ذائقتك الشخصيه، انت كونك مدير بنك ولا رئيس شركه ولا كائنا من تكون. هذاك اذا ذائقه خاصه بينك وبين نفسك. لكن ترجع الى مساله البراند نفسه كبزنس، لازم تشوف الجمهور المستهدف، تشوف السوق، وبناء عليه تاخذ القرار. فالنقطه ليست الاعتماد على الذائقه، وانما الاعتماد على استراتيجيه. التصميم معتمد على استراتيجيه وليس معتمد على ذائقه. جميل، أحسنت. أظن أن نكتفي من الأسئلة لأن الوقت قد انتهى، وشكرا للجمهور الكريم، وشكرا للضيف الأستاذ جعفر حمزة. وشكرا لك شبكة استاذ. حوارات، نعم شكرا لك، شبكة حوارات أعمال بحرينية ستقدم هذا البرنامج بي بي توكس لايف، وسيكون في كل أسبوع إن شاء الله مع استضافة شخصيات مميزة من قطاع الأعمال في مملكة البحرين. وشكرا لكم. كلمة أخيرة أستاذ. أشكركم شكر جزيل، وأتمنى من الجميع القراءة أكثر والاطلاع أكثر والسؤال أكثر، لأن من السؤال يفتح باب المعرفة. شكرا، شكرا لكم، في أمان الله. في أمان، مع السلامة.